راح يسجل معنا الحساب بدون أي مشاكل. مثل ما لكم شايفين تم إنشاء الحساب بنجاح. مثل ما لكم شايفين يا أصدقائي الحمد لله اكتمل معنا الشرح، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا 100%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بمقطع جديد بعد غياب دام تقريبا شهر بسبب ضيق الوقت وكذلك الإنذار الثاني الذي تحصلت عليه، وبهذا يتم حرماني من نشر لمدة أسبوعين، وبهذا يلعب دور كبير في إنزال تفاعل في القناة. لذلك سوف نحاول أن يعني نكون أفضل من ذي قبل في التفاعل يعني في القناة. كذلك الطريقة التي سوف يتم شرحها في هذا المقطع سوف تكون حصرية يعني جديدة، لم يتم أخذها من أي قناة بل تم البحث حتى توصلنا بهذه الطريقة. وهذه الطريقة دورها أو فائدتها أنك تقوم بإنشاء حسابات، وبهذا تستطيع أن تنشي حسابات لبلدان نقاط تشغيل بدون حدود، وهذا شيء جيد. لذلك لا تنسوا وضع لايك وشارك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة المقطع، وسوف يشرح هذا صديق لي سيكون مساعد للقناة. كذلك لا تنسوا التفاعل معنا كما قلت لكم كحافز لنا والاستمرار وتقديم الأفضل، وأترككم مع المقطع ومشاهدة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم أصدقائي؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وخير وسلامة. تعالوا نشاهدوا فيديو اليوم. فيديو اليوم أصدقائي رجعنا لكم شرح حصري على قناة تكنولوجي الربح، حل مشكلة رغم الهاتف عند إنشاء حسابات الجميل. راح نضغط على الضبط، راح نضيف حساب أمام عينكم، راح نواجه المشكلة سوا وراح نحلها سوا إن شاء الله. راح ندخل على الحسابات مثل ما لكم شايفين، راح ندخل على الحسابات، راح نضيف حساب جديد إضافة حساب، راح ندخل على جوجل. هون راح نضغط على إنشاء حساب لنفسي، إنشاء حساب لنفسي مثل ما لكم شايفين. هون راح نحط الاسم الأول والاسم الثاني، راح نحط على سبيل المثال عبد، ونرجع نكرره مرة ثانية عبد. راح نضغط على التالي، راح ننتظر شوي. هنا عم يقول لنا حط تاريخ ميلادك، راح نحط التاريخ بشكل عشوائي، معلومات عشوائية ما في داعي نحطها دقيقة 100%. هون راح نحط جنس ذكر على سبيل المثال، ما في أي مشكلة. راح نضغط على التالي. هون راح نختار اي ايميل ما في مشكلة، راح نضغط على التالي. هون راح اسجل كلمة السر وارجع اكمل معكم الشرح. فبعد ما سجلنا كلمة السر راح نضغط على التالي بهذا الشكل. هون عم يطلب منا رقم هاتف مثل ما لكم شايفين، بده رقم هاتف لحتى ينشئ الحساب. راح نخرج من هي الصفحة، راح نخرج من هي الصفحة وراح ندخل على هذا التطبيق. راح نضغط على الخيار اللي في الأسفل. هون راح نحط اسم مستخدم بشكل عشوائي، راح نحط كلمة سر في الخانة الثانية، راح نكرر كلمة السر مرة ثانية في الخانة الثالثة. راح نضغط على الخيار اللي في اللون البرتغالي، راح نضغط على الخيار اللي باللون الأسود. هون احتمال يطول شوي التطبيق لحتى يسجل، بدكم تتحملوا يا أصدقائي. راح نظل نضغط على الخانة اللي في اللون الأسود لحتى يفتح معنا التطبيق. راح ننتظر شوي يا أصدقائي سوا لحتى يفتح معنا التطبيق. فمثل ما لكم شايفين فتح معنا التطبيق، راح نشوف الرقم اللي أعطانا إياه. هذا هو الرقم اللي اعطانا اياه، راح ناخذ الرقم نسخ بهذا الشكل. راح يقول لي شاهد اعلان، راح اشاهد اعلان وكمل معكم الشرح. فبعد ما شاهدنا الاعلان راح ناخذ الرقم نسخ، راح نحطه على
هون راح أسجل حساب جديد وأرجع أكمل معكم الشرح لحد ولدي ملاحظة بخصوص الطريقة، وهي أن تقوم أولا بالتوجه إلى تطبيق الأرقام، بعدها تقوم بإنشاء حساب جوجل. لو تقوم بعمل هذا العكس، قد تضطر لإعادة ملء معلومات مرة أخرى في إنشاء الحساب جوجل، لذلك تجنب هذا. والشيء الجيد أنها حصلت لنا حتى أعطاكم الحل المناسب لها وفقط. هو مثل ما لكم شايفين يا أصدقائي عم يطلب مني رقم الهاتف، لما راح أحط رقم الهاتف ما راح يقبل رقم الهاتف، هذا الرقم ما راح يقبله عند إنشاء الحسابات، لأنه الرقم يبدأ 371212 ما راح يقبله. فمثل ما لكم شايفين لا يمكن استخدام رقم الهاتف هذا لإثبات الملكية. راح نخرج من هون، راح نرجع على التطبيق، راح أقول لكم الأرقام اللي راح يقبلها التطبيق. الأرقام اللي راح يقبلها التطبيق راح تبدأ 371214، بدل 212 لازم تكون 214، راح يقبلها 100%، أو بتكون تبدأ 210 كمان يقبلها 50%، و50% ما يقبلها. مثل ما لكم شايفين هاي الخانة اللي محدد لكم عليها 371214 راح يقبلوا 100%، وأما الخانة اللي باقي الأرقام كلها ما راح تقبل معنا، لازم يكون 214 أو لازم يكون 210 مشان يشتغل معنا على الجوجل. لحد الآن الحمد لله كل شيء واضح وكل شيء مفهوم إن شاء الله في الشرح. بحثت على رقم لحتى وجدت رقم يبدأ 214، مثل ما لكم شايفين هذا الرقم يبدأ 214، راح ناخذ نسخ بهذا الشكل، راح نحطه بهي الخانة اللي يطلب منا رقم هاتف، راح يقبل الرقم بدون اي مشاكل ان شاء الله. راح نشوف الفيديو سوا، مثل ما لكم شايفين راح يقبل الرقم، يكتب لي تم ارسال الكود الى الرقم، مثل ما لكم شايفين راح يقبل الرقم بدون اي مشاكل. الان الرقم يبدا ب 214، بعد 371 يبدا 214. راح نخرج من هاي الخانه ونروح على التطبيق ونشوف الكود وصل ولا لسه ما وصل. تمام يا شباب، راح ندخل على التطبيق، راح ننتظر الكود هون لحتى يوصل، راح ننتظر شوي سوا لحتى يصل الكود. ننتظر شوي، ما في مشكلة. فمثل ما لكم شايفين وصل الكود بهي الرسالة، راح نفتح الرسالة وراح ناخذ الكود نسخ، راح نكتبه هون ناخذه نسخ، مثل ما لكم شايفين 206210، راح ناخذه نسخ راح نحطه بهذيك الخانة اللي طلب منا الكود. راح نرجع على الخانة الأولى وراح نحط الكود هون، مثل ما لكم شايفين راح نحط الكود هون، راح يسجل معنا الحساب بدون أي مشاكل. مثل ما لكم شايفين تم إنشاء الحساب بنجاح، مثل ما لكم شايفين يا أصدقائي الحمد لله اكتمل معنا الشرح، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا 100%. لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.